عايز أسألك بقى حاجة مهمة، أنت محاصر بالمعجبات في كل حتة. الحمد لله. جيهان إزاي بتتعامل مع الموضوع ده؟ وعايز أكت لو تفاكر كده أي موقف حصل مع معجبة، موقف كوميدي، موقف مش كوميدي. كوميدي؟ جيهان تتحمل يعني، ما عندهاش عداوة مع المعجبات، لا بل بالعكس، من أول يوم أنا يعني جوزتها قلت لها دول هتحبيهم زي ما أنا بحبهم وزي ما هم بيحبوني، ودول سيكرت حفاظ على قدنا مع بعض، لأنه مش هنوصل اليوم يعني تخيريني بينك وبينهم، فلازم يكونوا أصحابك وحبايبك زي ما هم أصحابي وحبايبي، وده ملوش علاقة يعني، مش هيأثر على العلاقة الزوجية ولا على وجود جيهان في حياتي، يعني مش حي الحاجز ده محدش هيخترقه. لكن الحاجة الكوميدية جيهان بتتحمل كتير. مرة كنا قاعدين بنحضر، فاكر كنا قاعدين في اجى عبالي احضر مباراة كأس العالم النهائية للفوتبول بإحدى الفنادق، كان كايند اوف برايفت، وبعدين في واحدة جت واخترقت، مش عارف دخلت بين السكيورتي وصلت لي كده ورميت نفسها عليا. فراحت جيهان لأول مرة في حياتها مسكاها كده ورميها لورا. ففضلنا كل اللي قاعدين انه نشوف جيهان مختلفة على اللي بنعرفه. قلت له والله العظيم انا سعيد انك عملتي برضو كده، لانه كانت يعني تخطت حدودها كتير زيادة شوية. لكن جيهان هي الحب زيادة الكبير كتير. زيادة كتير. جيهان هي الحب الكبير طبعا، هي الحب الكبير. احنا نوجه لها كل تحياتنا من هنا من مصر، وهي عارفة انه احنا كمان كمصريين بنحبها جدا.